الوضع مأساوي، مأساوي جدا، تحت الصفر، مجاعة، مرض، فقر، الناس بتموت من قلة الأكل، ما فيش أكل، الأطفال طول نهارهم بيصيحوا، نفسهم في الخبز الأبيض، نفسنا في الأكل، ما فيش أكل، ما فيش. هاي أي دولة بترضى بهذا الوضع؟ أي دولة بترضى بهذا الوضع؟ هذه موت، هذه مش حياة، إحنا ميتين، إحنا ميتين، إحنا مش عايشين، إحنا ميتين. من الجوع الناس الليلة راحت من الساعة 10:30 كلها تجري، راحت على الشفا وراحت على الأنصار، راحت على حمودة، وراحت هناك يا ويلي لو الطخخ والطيارة كان ماتوا كل هيتم على الفاضي عشان الأكل والشرب. تدوا الناس صارت تحط الليمون وتحط عليه شوية ملح وتطعم صغارها، هذا حل يعني؟ حلونا خلصونا في الحرب هذه. نحن عايشين على الخبازة، أغلب الناس على الخبازة، أقسم بالله الأولاد زهقوا عندي، فيش خبز بالمرة، خبازة لحالها، هذا الخبر مطبوخ خايف وعن المياه بالمعالي، فيش خبز بالمرة، فيش أكل، فيش شرب. أنا نازل في شمال قطاع غزة وما فيش عندنا لا أكل ولا شرب ولا حاجة، كيف الأكل كان عندنا موجود اللي هو الجزر مع شوية مية، مشوية بطاطا، خبيزة، من الأعشاب اللي في الأرض من هان اللي بقينا نجيبها، والحين ما فيش ولا حاجة، والمساعدات التكية اللي كانوا يسوون خلصت، ما فيش تموين، ما فيش مصاري، وما فيش أكل، وكل شيء واقف، نحن أكثر من 4 5 أيام، إحنا 5 أيام اليوم، ما أكلناش شيء. على المية، على الصلصة ببيت الصلصة، فقط لا غير. ما فيش خبز، خبز من 40 يوم وشهرين ما فيش عندنا خبز. وصلت شو لبس للولاد، احنا بدنا اكل طحين، بدنا اكل اكل خضروات، الولاد صار يقع، انا صرت ادوخ، دوخه صابتني، جرح مخي يطير، كذا يوم بقول اصبع فش فينا دم، فش طفينا، ما ضلش فينا صحه، خلصنا الحمد لله زي ما انت شايف. ولادي اطفال مش ملاقي لقمه اطعمهم. الحمد لله على كل حال، نصيبنا والحمد لله.